ما هو حكم زواج المسلمة من مسيحي؟ لقد اجتمع فقهاء المسلمون على أن زواج المسلم من غير المسلم بغض النظر عن ديانته هو أمر محرم في الشريعة الإسلامية، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولقوله كذلك سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد قال ابن قدامة في كتابه المغني، وذلك شرحا لقول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال، قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وفي حال كون المسيحي لا يعتقد أن عيسى المسيح هو ابن الله، فإن ذلك لا يجعله مسلما بأي حال، ولا يكون مسلما إلا في حال نطق بالشهادتين مع نيته في أن يدخل في الإسلام، وذلك مع إقراره بمقتضاهما وأن يعمل بهما، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يعتبر غير مسلم ويحرم عليه الزواج من مسلمة على أي حال. ما هي الحكمة من منع زواج المسلمة من مسيحي؟ إن الحكمة من تحريم زواج المسلمة من شخص غير مسلم هو كتابي، هو أن الإسلام دين يعلو ولا يعلى عليه، وإن للزوج فيه قوامة على زوجته، وهذا أمر ممنوع في حق من كان كافرا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي هذه الحالة فإنه لا يؤمن على المرأة أن تميل إلى زوجها في حال دعاها إلى اعتناق ديانته، ولا يؤمن على الأطفال أن يقوموا باتباع والدهم في ديانته. وأما في حال تزوج المسلم بامرأة كتابية فإن هذه المفاسد لا تكون موجودة، لأن القوامة تكون للزوج المسلم، ومن الممكن أن يؤثر هو على زوجته وبالتالي تسلم. والزوج هو الكلف بأن ينشئ الأولاد تنشئة إسلامية تحميهم من متابعة الأم في دينها، وفي حال قصر في هذا الأمر فإن حسابه يكون على الله عز وجل. وفي حال زواجه من امرأة كتابية فإنه يكون مؤمنا بكتابها غير المحرف وبنبيها، وبالتالي يكون لديهما أساس للتفاهم ويمكن لحياتهما أن تستمر. وأما الكتابي عند زواجه بالمسلمة فإنه لا يؤمن بدينها ولا يوجد بينهما أي طريقة للتفاهم والوئام، ولذلك منع الشرع هذا الزواج من البدء.